فهذه المباحث التي اشتملت عليها هذه الأبيات التي سمعناها هي من جملة الأبيات المندرجة تحت عنوان من تقبل روايته ومن ترد، من تقبل روايته ومن ترد. وهذه وهذا المبحث يتعلق بالجهالة، جهالة العين وجهالة الحال، وكذلك أيضا بعض المباحث الأخرى المتعلقة بمن تقبل روايته ومن ترد، مثل مستور الحال ومثل مستور، ومثل من روى عن اثنين وهما ثقتان على الشك فلان أو فلان، أو قال فلان أو غيره، يعني ذكر شخصا باسمه وشخصا مبهما، فما الحكم في هذه الأمور؟ أول هذه المباحث مجهول الحال، مجهول العين. مجهول العين هو الذي روى عنه شخص واحد ولم يعرف بجرح، ذلك أنه إذا عرف بجرح ما صار مجهول الحال، مجهول العين صار معروفا، معروفا بغير العدالة، أو معروفا بالشيء الذي جرح به، يعني إما بعدم العدالة أو بعدم الضبط أو الإتقان أو ما إلى ذلك من الأمور، لأن الاعتماد على الراوي يرجع إلى عدالته وإلى ضبطه وإتقانه. فإذا ذكر الشخص الذي روى عنه شخص واحد بجرح اعتبر ذلك الجرح الذي جرح به وصار ليس مجهولا ولكنه معلوم بالجرح، معلوم بأنه مجروح وأنه مقدوح فيه، فيكون المعول على الجرح الذي جرح به كونه معروف بأنه كذاب أو معروف بأنه سيء كثير الغلط أو كذا، يعني حاله معروفة، يعني حاله معروفة وعينه معروفة، يعني روى عنه شخص واحد ولكنه قد عرف بجرح، فعرفت عينه، يعني عرفت عينه، لأن مجهول العين هو الذي لم يجرح، من روى عنه واحد فقط ولم يعرف بجرح، ولم يعرف بجرح. فهذا هو تعريفه. فيه خمسة أقوال للعلماء في حكم روايته، خمسة أقوال ذكرها السيوطي في أبياته. أول هذه الأقوال القول بعدم قبول روايته مطلقا، لا تقبل روايته، تركوا روايته، يعني معناه أن روايته غير مقبولة متروكة. والرأي الثاني يقابله، قبلوها مطلقا عكسه، الأول هو الترك مطلقا والثاني القبول مطلقا، قولان متقابلان لا تفصيل فيهما، هذا يقبل بإطلاق وهذا يرد بإطلاق، لا تفصيل في أي من القولين، وإنما هذا يقبل مطلقا بدون قيد أو شرط وهذا يرد مطلقا بدون قيد أو شرط. ولهذا قال بعد ذلك ثالثها، لأنه اكتفى بالتقابل، لأنه قال تركوا يعني ويقابله القبول بإطلاق، إذن بعده يأتي الثالث، لأن الثاني ما نص عليه، الأول والثاني ما نص عليه، ما نص عليهما، وإنما أشار إلى القبول بإطلاق ويقابله الجواز، عدم القبول بإطلاق ويقابله القبول بإطلاق، إذن هما قولان لا تفصيل فيهما، قولان لا تفصيل فيهما. الأقوال الثلاثة فيها تفصيل، قولان متقابلان لا تفصيل فيهما، والأقوال الثالثة فيها تفصيل بين حال وحال، بين حال وحال. فالثالث يقبل، يعني هذا الذي
لم يروي عنه إلا واحد، إذا كان الراوي عنه ممن عرف بالرواية عن العدود فإنها تقبل روايته، وإذا لم يكن معروفا بالرواية عن العدود يعني الراوي عنه لا تقبل. إذن في تفصيل، يقبل في حال ويرد في حال، يقبل في حال ويرد في حال، يقبل في حال كون الذي روى عنه أو انفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن العدول، عن الثقات العدول، ففي هذه الحالة تقبل روايته. وإن لم يكن الراوي عنه المتفرد بالرواية عنه معروفا بالرواية عن العدول لا تقبل روايته. إذن القول الثالث مفصل في الراوي عنه، هل معروف، هل هو معروف بالرواية عن العدول أو أنه يروي عن العدول وغير العدول؟ إن كان لا يروي إلا عن العدول معروفا بذلك قبلت رواية مجهول العين، وإن كان غير معروف بالرواية عن العدول خاصة وإن يروي عن العدول غير العدول فهذا لا تقبل روايته. القول الثالث يقول إذا كان الذي روى عنه إذا كان وثقه حبر يعني إمام من الأئمة غير الذي روى عنه، أو الذي روى عنه إذا كان متأهلا للتوثيق وممن يعتمد قوله في التعديل، ففي هذه الحالة يقبل إن وثقه إمام من الأئمة أو وثقه الذي روى عنه إذا كان متأهلا للتوثيق، إذا كان ممن يعتمد قوله في التعديل الجرح والتعديل فإنه في هذه الحالة يقبل. وإن كان لم يوثقه أحد مطلقا ولم يوثقه الراوي عنه وهو متأهل أو غيره فإنه لا يقبل، يعني إن وثقه واحد معروف يعني إمام في الجرح والتعديل، إن وثقه حبر يعني اعتمد على روايته وقبلت، وكذلك من يروي عنه إذا كان متأهلا لذلك فإنه يقبل تقبل روايته، وإن لم يكن كذلك بأن لم يوثقه إمام ولم يوثقه أيضا الذي روى عنه إذا كان متأهلا لذلك فإنه يبقى مجهول الحال مجهول العين ولا تقبل روايته، ولا تقبل روايته. القول الرابع فيه تفصيل. القول الخامس أيضا فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان الشخص الذي جهلت عينه ولم يروي عنه إلا شخص واحد لم يعرف بشيء من الأمور غير العلم، لم يشتهر بشيء من الأمور غير العلم، كأن يكون معروفا بالنجدة والقوة والشدة شدة البأس، أو معروفا بالبر وهو مثل الزهد وما إلى ذلك، لأن هذه أمور غير العلم، لأن كونه يعني شجاع معروفا بالشجاعة معروفا بالأقدام مشهور أو مشهورا بالزهد اشتهر بشيء غير العلم، اشتهر بشيء غير العلم. يقول إن كان مشتهرا بشيء آخر غير العلم قبلت روايته، وإن كان لم يشتهر بشيء يعني غير العلم فإنها لا تقبل روايته. إذن عندنا خمسة أقوال، القول الأول والثاني قولان متقابلان لا تفصيل فيهما، قول يقبل بإطلاق وقول يرد بإطلاق، قول يقبل بإطلاق وقول يرد بإطلاق. والأقوال الثلاثة فيها تفصيل بين حال وحال، حال تقبل وحال لا تقبل، حال تقبل وحال لا تقبل. السيوطي في هذه الأبيات أشار في البيت الرابع منها وهو أو البيت الثالث منها وهو القول الرابع إلى أن هذا اختاره ابن حجر في النخبة، في نخبة الفكر، لهذا قال في نخبة رآه، يعني إذا زكاه حبر
فقد رأى الحافظ ابن حجر قبوله وصحته وصحة روايته وقبول روايته. إذا كان وثقه حبر إمام من الأئمة، بل إنه قال حتى من يروي عنه إذا كان متأهلا لذلك فإنه يكفي في قبول روايته ويكفي في عدم رد روايته. والمشهور عند العلماء أن جهالة العين ترتفع برواية اثنين مشهورين، ترتفع برواية اثنين مشهورين، لأنه كما عرفنا من لم يروى عنه إلا واحد، فإذا روى عنه اثنان مشهوران أكثر فإنه في هذه الحالة ارتفعت عنه جهالة العين، لكن بقيت جهالة الحال، بقيت جهالة الحال. المجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان وأكثر ولم يعرف بتعديل ولم يعدل ولم يجرح، لأنه إذا جرح عمل بالتجريح وإذا عدل أخذ بالتعديل والتوثيق، لكنه روى عنه اثنان ولم يوثق، روى عنه اثنان فأكثر ولكنه لم تعرف حاله، جهلت حاله ظاهرا وباطنا، أو جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، لا يعرف حاله لا من حيث الظاهر ولا من حيث الباطن الذي يحصل عن طريق الخبرة وعن طريق المعاملة وعن طريق كثرة الاحتكاك به ومخالطته وامتحانه واختباره وتجربة وحصول التجربة معه في الأمور المختلفة، هذا يقال له مجهول الحال. وهذا يقول السيوطي فيه أنه الأصح أنه لا يقبل، الأصح الثالث الأصح أنه لا يقبل، لأنه أشار إلى قول وترك القولين الباقيين، لكن قوله الثالث فيه إشارة إليهما، لأن قولها الثالث الأصح يعني معناه يقابل الثالث الأصح قولان ليس هما الأصح، يعني في رأي السيوطي، فقوله هو الثالث الأصح فيه إشارة وتنبيه إلى الأقوال، إلى أقوال ثلاثة ذكر ثالثا، ذكر الثالث الذي هو الأصح وترك ما عداه، ذكر الثالث الذي هو الأصح وهو أنه لا تقبل روايته وترك ما عداه، والذي عداه أنها تقبل روايته، والقول الثاني أنها تقبل روايته إذا كان في الذين رووا عنه من يروي عن العدول، إذا كان في الذين رووا عنك من يروي عن العدول، هذان هما القولان اللذان لم يذكرهما السيوطي ولكنه أشار إليهما بذكر الثالث الذي رجحه وهو عدم القبول مطلقا، لا تقبل روايته مطلقا لأنه لا تعرف عدالته لا ظاهرا ولا باطنا، يعني شخص مجهول لا يعرف الناس عنه شيئا، لا يعرف الناس عنه شيئا مطلقا، لا عن طريق المخالطة ولا عن طريق الظاهر الذي يظهر يعني من حاله لاتصالهم به، قد يكون يعني مثلا يعني شخصا لا يعرفون عنه شيئا أصلا، لا يعرفون عنه شيئا أصلا، فالأصح كما قال السيوطي أنه لا تقبل روايته، لا تقبل روايته وهو الذي لم تعرف حاله ظاهرا ولا باطنا. ثم ذكر المستور وهو الذي خفيت حاله في الباطن ولكن ظاهره العدالة، ولكن ما حصل له توثيق، ما وثق، ولكن ظاهره السلامة، لكن ما أحد نص على توثيقه، ما أحد نص على توثيقه، يعني ليس مثل الأول ذاك، يعني الظاهر والباطن ما هو معروف، وهنا الظاهر ظاهره العدالة
ولا يعلم شيء عن باطنه ولكنهما وثى, ولكنهما نفط أحد على توثيقه, هذا يسمى مستور. والمستور من العلماء من قبل روايته, وهو الذي أشار إلى السيوطي في قوله لا صح ولا صح أنها تقبل, قال أن هذا هو يعني عليه كثير من العلماء, لأن ظاهره يعني ما يظهر من حاله يعني يعولون عليه. والقول الذي اختاره الحافظ بن حجر في نخبة الفكر أنه يتوقف لقبول روايته, لا تقبل ولا ترد, لا تقبل روايته ولا ترد, لأنه ليس هناك شيء يقوي جانب القبول وليس هناك شيء يقوي جانب الرد, فتكون الرواية متوقفا فيه. لكن من حيث العمل طبعا لا يعمل, يعني ليس هناك عمل إلا إذا وجد ما يقوي, إذا وجد ما يقوي يعني هذا هو الذي ينجبر, إذا وجد ما يجبره ووجد ما يساعده وجد ما يؤيده ويعضده انجبر بوجود ما يماثله ما يقويه ويساعده. فيقول إن هذا يتوقف فيه, لا ترد روايته مطلقا ولا تقبل مطلقا, وإنما يتوقف حتى يأتي شيء يرجح جانب القبول أو يرجح جانب الرد, حتى يأتي شيء يرجح جانب القبول أو يرجح جانب الرد. فإذا جاء من يعبده ومن يقوي روايته فإنه يعتضد بها لكن لا يستند عليها, هذا هو الذي يقولون اتخذ رواية للاعتماد لا للاستناد, يعني ليس عمدة يعول عليه ولكنه يعتضد به, يعني يشد به الأجر ويستعان به ويتقوى به وما إلى ذلك. ثم ذكر بعد ذلك قال ومن عرفنا عينه وحاله, ومن عرفنا عينه وحاله يعني ارتفعت عنه جهالة العين وجهالة الحال, ارتفعت جهالة العين بأن روى عنه اثنان فأكثر, وارتفعت عنه جهالة الحال بأن يعني بأن روى عنه جماعة ووثق ولكنه ما عرف نسبه, ما عرف نسبه وما عرف اسمه, هو معروف عينه وحاله, لكن إما أن يكون اسمه غير معروف لأن يقال ابن فلان ابن فلان واسمه مثلا مختلف فيه, أو يقال فلان يعني ينكر شيئا من نسبه ولكنه لا يستوفى, والشخص معروف عرفت عينه وعرفت حاله, فهذا يمال إليه بمعنى أنه تقبل روايته لأنه لا يؤثر, يعني يكون اسمه غير معروف ما دام شخص غير معروف, ما دام شخص معروف فإنه لا يؤثر الجهالة في اسمه, فقد يشتهر الإنسان بنسبه أو نسبته, قد يشتهر بلقبه, قد لا يعرف للشخص اسم, قد يشتهر بكليته أو لقبه أو ما إلى ذلك ولا يعرف له اسم مطلقا, لأن من الناس من يكون اسمه وكليته ما يعرف له اسم, وإنما لا يعرف إلا بكليته. ومن عرفنا عينه وحاله, ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه ونسب اسمه ونسب ملنا له, يعني ملنا إليه بمعنى أننا نرجح جانب قبول روايته, لأن المهم معرفة الشخص, معرفة عينه معرفة حاله, أما كون اسمه يكون غير معروف أو نسبه غير معروف ولكن يعني شخص معروف عينا وحالا فهذا تقبل روايته ولا مانع من قبولها. كذلك إذا كان روى عن شخصين سماهما وعينهما ولكن على الشك, قال فلان أو فلان حدثني فلان أو فلان, فهذا فيه تفصيل, إن كان الاثنان ثقتين الرواية مقبولة,
لأن سواء كان هذا ولا هذا ما في إشكال، لأن كون الأمر يدور بين ثقتين سواء هذا أو هذا ما لا إشكال. الرواية ما تخرج عنهما، والرواية عن واحد منهما، وكل منهما ثقة. ولو لم نعرف شخصه سواء كانت عن هذا أو عن هذا لا بأس، روايته مقبولة لأنها كيفما دارت دارت على ثقة. أما إذا كان أحدهما ضعيفا أو مجهولا أو ما إلى ذلك فإنها لا تقبل الرواية، لأنه يخشى أن تكون الرواية عن الضعيف. لأنه إذا كان الشك بين اثنين ثقة وضعيف فإن الرواية لا تقبل، لأنه يخشى أن تكون الرواية عن الضعيف، والرواية عن الضعيف لا تقبل. فإذا يفصل بين الاثنين المشكوك فيهما، إن كانا ثقتين فإن الرواية مقبولة، لأن سيكون يكون عن هذا وعن هذا الكل ثقة، والكل روايته لا 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 يضر الشك بين شخص وشخص. وإن كان الشك بين ثقة وضعيف هذا هو الذي يضر، وهذا هو الذي ترد معه الرواية، لئلا يكون المروي عنه هو الضعيف. لا تقبل رواية قال لعله الثقة، لا، وإنما يغلب جانب كون ضعيف. ولهذا كما سبق أن عرفنا في المرسل، المرسل المشهور أو المعروف عند المحدثين أنه غير مقبول، والذي يقول في التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولو عرف أن الساقط الصحابي ما في مشكلة، لأن الصحابة كلهم عدول، ولكن الاحتمال أن يكون الساقط صحابي أو تابع، وإذا كان تابعيا يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، فمن أجل هذا ردت رواية الحديث المرسل لا تقبل، لا يقبل الاحتمال أن يكون أحد رواته من التابعين وأن يكون ضعيفا. كذلك هنا ما دام الرواية دائرة بين ثقة وضعيف وهو على الشك فإنها لا تقبل الرواية بل ترد. وأما إذا قال فلان أو غيره على الإبهام فكذلك أيضا، إذا قال فلان أو غيره فإنه أيضا لا تقبل، لأن غيره مبهم لا يدرى، لا يدرى من هو، ويحتمل أن يكون الرواية عن هذا الغير الذي لا يدرى من هو، يحتمل أن تكون الرواية عن هذا الغير الذي لا يدرى من هو. إذا قال حدثني فلان أو غيره، أما إذا قال فلان وغيره وهذا الفلان ثقة فغيره لا يؤثر، لأن هذا يزول سواء ثقة ولا ضعيف. إن كان ثقة فثقة مع ثقة، وإن كان ضعيفا فلا ينظر إليه، يكفي رواية الثقة. فإذا قال حدثني فلان أو غيره لا تقبل روايته، إذا كان لا تقبل روايته. وإن قال حدثني فلان وغيره وفلان ثقة فالرواية مقبولة، لأن ذلك الغير لا يؤثر جهالته، حتى لو لم يذكر نهائيا ما يؤثر، وإنما إن كان ثقة فيكون قوة إلى قوة، وإن كان ضعيفا فوجوده مثل عدم. التعويل ليس على روايته وإنما هو على روايتي، وإنما هو على رواية غيره. فإن يقول أو غيره أو يجهل أو يجهلي بعض الذي سماه ما لا، وإن يقول أو غيره أو يجهلي بعض الذي سماهما لا تقبله، لا تقبل الرواية. يعني إذا كان سمى اثنين ولكن أحدهما مجهول، أو ما سماه ولكنه أبهمه بأن قال غيره، فكل منهما ما دام أنها على الشك فإنها غير مقبولة. أما إذا كانت ليست على الشك وأحدهما ثقة فإن العبرة بقبول العبرة برواية الثقة، ولا يضر الشخص المعطوف عليه سواء كان مجهولا أو مبهما، سواء كان مجهولا أو مبهما.